أكيد يعني اللي ينظر فريق نفط الوسط العام عن هالسنة اختلاف جذري بال يعني نوعية اللاعبين. هالسنة نوعية اللاعبين لاعبين شباب، العام ممكن كان أكثر اللاعبين خبرة، أكثر ممكن يحسمون المباراة في أي وقت. احنا يعني يعلم الجميع انه اكثر من 5 لاعبين بالجانب الشق الهجومي غايبين بسبب الاصابات. اليوم بالمباراه من يظهر عندك لاعبين بالشق الهجومي انه مو بيومه، اكيد ما راح يعني تظهر بنتيجه ايجابيه، رغم انه ممكن شوطن اللي شاف المباراه ممكن شوطن احنا يعني مستحوذين على المباراه. فريق المنافس فريق محترم، يعني غلب لعبتين، حقق 6 نقاط ارضه وخارج ارضه. لكن من نشوف المباراه احنا الحمد لله كنا مسيدين المباراه، لكن الحلول بالامام كانت تنقصنا هي ممكن صانعين الالعاب ما كان بيومهم اليوم. نتامل ان شاء الله ممكن بعد الدور الخامس، يعني احنا الجهاز الفني مشخصين الموضوع انه بعد الدور الخامس راح يظهر فريقنا بغير حله بعد التحاق اللاعبين المصابين، اضافه انسجام الجانب الهجومي لان اكثر من 4 لاعبين ممكن الخط الامامي هم يعني مو من العام. ان شاء الله نتامل، عندنا ثقه باللاعبين اليوم. يعني نقطه احنا نعتبرها رغم انه فريق المنافس ملعب المنافس وتعتبر مباراتهم، لكن احنا يعني عندنا ثقه بالجهاز الفني عبد الغني الشهد واللاعبين انه ممكن باي مباراه ناخذ 3 نقاط. على العموم احنا ان شاء الله المباراه القادمه ممكن راح نعالج، شخصنا اكو امور تعرف انت، حتى الكادر التدريبي ممكن بعد ما حافظ اللاعبين ممكن يعني اكو متقلبات تصير بالمباراه، ممكن راح نحفظهم اكثر للاعبين، ممكن راح يكونون ايجابيين بالمباراه.